مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا. في ملف اليوم نتحدث عن أوضاع اللاجئين الإريتريين في السودان واستمرار المعاناة، ذلك في ظل نقص حاد في الخدمات في المقدمة للاجئين في المخيمات. فتشهد الحدود الإريترية مع دول الجوار حالات لجوء منظمة منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، أدى ذلك إلى معاناة إنسانية لا مثيل لها في ظل غياب المنظمات الدولية وضعف المنظمات المحلية. يذكر أن اللجوء الإريتري بدأ في فترة الاستعمار الأثيوبي الذي طبق سياسة الأرض المحروقة فأحرق القرى والمدن الإريترية، ثم استمرت حالة اللجوء في ظل الدولة الإريترية المستقلة نسبة لحالة عدم الاستقرار في إريتريا. في الوقت الحالي تسعى عدد من المنظمات المحلية لتخفيف معاناة اللاجئين الإريتريين من خلال التعريف بقضية اللاجئ الإريتري المنسية وتقديم بعض الخدمات في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة. لتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الإريتريين في دول الجوار الإريترية عامة وشرق السودان بصفة خاصة، معي هنا في الاستوديو المدير التنفيذي لمنظمة الرها الأستاذ محمد إدريس والمدير التشغيلي لمنظمة إيثار للإغاثة الأستاذ سعيد عبد الرحمن. فمرحبا بكم وبهم. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، أحييكم في ملف اليوم. أهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا أستاذ محمد، لعلي أبتدئ بك. طبعا قضية اللاجئين الإريتريين كما ذكرنا في المقدمة يعني قضية تمتد لقرون طويلة. بعد التغيرات أو تغير الوضع بشكل عام في المنطقة، ما هو الجديد بالنسبة لهذا يعني الملف؟ أولا سعيد أستاذ فؤاد أن أكون ضيف في هذا البرنامج الذي يعكس القضايا والهموم الإريترية. والجديد في اللاجئين هو القديم، هو ما زالت المعاناة مستمرة. نعم. ما زال النزيف مستمر، وما زال اللاجئون منسيون في مخيمات اللجوء. هذا طبعا التاريخ لو بدأنا سوف يبدأ من 1967 مع الهجوم الإثيوبي على القرى الآمنة في إريتريا في عاد إبراهيم وعونة، مرورا ب 78 بعد هجوم الإثيوبي على المدن الإريترية المحررة، ومرورا ب 84 بالمجاعة. فهذه كلها كانت محطات كان فيها تدفقات للاجئين، لكن النزيف لم يتوقف إلى يومنا هذا، وإن كان قل في الآونة الأخيرة، ولا أدري لعل البلد لم يعد فيه الكثيرون وخاصة من الشباب يعني. طيب أستاذ، قبل أن أنتقل للأستاذ سعيد، يعني لعلنا نعطي نبذة عن منظمة الرها قبل الدخول في حديث ملف اللاجئين، تأسيسها وأعمالها. نعم، منظمة الرها الخيرية أو هي الاسم الكامل هو وكالة الإغاثة الأمريكية للقرن الإفريقي، هي منظمة أمريكية خيرية تأسست من قبل أبناء القرن الإفريقي المتواجدين في ولاية مينيسوتا الأمريكية قبل 20 عاما. يعني هذه السنة هي الذكرى السنوية 20 لهذه المنظمة. يعني الناس هناك كونهم من أبناء المنطقة أحسوا بأن هناك واجب أخلاقي وديني عليهم، ولذلك يعني رأوا أن يقوموا بهذه المنظمة. والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى بارك في هذه المنظمة وقامت بالعديد من المشاريع الإغاثية والتنموية. مشاريعنا تنقسم بين إغاثية في أوقات الكوارث، ونحاول إذا لم تكن هناك كارثة أن نركز في برامج التعليم وبرامج الاعتماد على الذات والبرامج التي تعالج ظاهرة الجفاف وظاهرة التصحر، فهذه التي نحاول أن نعالج فيها. نحن نعمل في منطقة القرن الإفريقي، فعندنا مكاتب في الصومال، في إثيوبيا، في كينيا، في السودان، ونتوسع إن شاء الله أيضا لنشمل باقي الدول. المنظمة يعني حقيقة قامت بالعديد من المشاريع. يعني عندنا قمنا بأكثر من 450 بئر على هذه المنطقة، قمنا ببناء المدارس. لو جئنا فقط في الجانب يمكن جانب اللاجئين الإريتريين في شرق السودان، عندنا من أكبر المشاريع التي عندنا نشرف على المدرستين الوحيدتين الثانويتين في معسكر الشقراب للاجئين الإريتريين في شرق السودان. وعندنا أيضا مشاريع أخرى، عندنا مشروع في كيلو 26
غير المشاريع المتقطعة طيب الأخرى. سنأتي إلى هذه المشاريع بشكل تفصيل، لكن لعل نعطي المشاهد أولا صورة عما يجري في هذه المخيمات. أستاذ السيد مرحبا يا مرحبا، حياك الله أخي فؤاد، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب الذي يعطي فرصة للإنسان الإريتري أن يشارك همومه أخوانه حول العالم. طبعا معسكرات اللاجئين ربما الحديث يطول، ولكن لو تحدثنا عن الاحتياجات وعن المشاكل لك أن تتخيل معسكر أسس على أساس أن يعود أهله بعد 3 إلى 6 أشهر إلى بلادهم، يعني نعم. ما كان في مخيلة من أقاموا هذه المعسكرات أن تظل هذه المعسكرات قائمة لثالث ورابع جيل اليوم. يعني عندما وضعت حجر الأساس في معسكرات ود الحلو ومسقطة وهذه المناطق في عام 67 كانت مناطق نائية عن المدن تماما، بحيث أنه اللاجئ لا يجد فرصة الدخول إلى المدن. كانت مناطق مليئة بالثعابين والعقارب، مناطق ليست فيها أدنى أنواع الحياة والخدمات، ليست فيها زراعة معظمها، ليست فيها مياه نظيفة للشرب، إهمال كامل. فلك أن تتخيل هذه المعاناة من 67 وحتى اليوم لم يتغير شيء. كثير من هذه المناطق اليوم ربما سميت بقرى سودانية، ولكن الخدمات تظل كما هي. فأنت تتحدث عن شعب كامل ما قرابة 300 إلى 500,000 في شرق السودان، في ما بين المعسكرات ما بين أطراف المدن، يعيشون في فقر عجيب ونسيان وتجاهل كامل من المجتمع الدولي. قضيتنا تأتي دائماً في قاع القضايا، يعني أي قضية صغيرة كبيرة تظهر في المنطقة تسحق قضيتنا تماماً. وأبناء الجالية الإريترية حول العالم للأسف الشديد تفاعلنا ليس كما يجب، فنحن لا نسمع صوتنا رغم أن كوادر إريترية كثيرة موجودة في مواقع قد تستطيع أن توصل قضية اللاجئ الإريتري، ولكن تظل القضية صامتة وصراخ اللاجئ الإريتري لا يصل أكثر من معسكرات اللاجئين، لا يصل إلى أسماع العالم. طبعا أنت كما ذكرت هذه المخيمات أسست بشكل مؤقت حتى تحتوي المتدفقين من إريتريا بسبب الحرب، ريثما يعود إلى أو يعود إلى أراضيهم. لكن في تلك الفترة على الأقل كان هناك دعم دولي مقدم، هذا الدعم الآن هو مفقود. يعني كان هناك منظمات دولية، كان هناك منظمات على مستوى أممي تقوم بتقديم بعض الخدمات، الآن غير موجودة بشكل كامل. أنا يعني أحدثك عن خبرتي الذاتية، أنا كنت في معسكرات اللاجئين عام 78 أذكر جيدا، كان عمري 7 إلى 8 سنوات. في هذه المعسكرات كنا نستيقظ الصباح نقف طابور، حمامات لا بأس بها، كنا نقف طابور لنأخذ الحليب وبعض الطعام، كنا نذهب إلى مركز صحي معمول من الخيم الجيدة نأخذ فيها التطعيم وفيها أطباء. هذا في السبعينات. في السبعينات. الآن هذه الأمور كلها لا توجد، بل زد على ذلك أن الأسرة الإريترية الموجودة في معسكر اللاجئين اليوم إذا كان لديهم من أبنائهم أو من بناتهم من يصل عمر 18 يحرمون من كل أنواع المساعدات، لأن ابنهم أو بنتهم قد وصل 18 سنة، ويفترض أن في معسكرات اللاجئين يوجد عمل وابنهم سيعمل أو بنتهم ستعمل وتعول العائلة. يعني شيء لا يعقل تماما، خارج يعني نطاق العقل. فأنت في معسكرات اللاجئين لو عندك 7-8 أبناء وبنتك هي الكبرى ووصل عمرها 18 سنة لا تجد مساعدة. أضف إلى ذلك أن من يصلهم من المساعدات اللي هو الكوبون الفوتشر اللي يصله لا تكفي لأكثر من 2 أو 3 في الأسبوع. فأنت تتحدث عن مجتمع مغلق محروم من أدنى مقومات الحياة، لا يوجد لديه متنفس حتى يعمل أو يشتغل. بعضهم يشتغلون في المزارع القريبة لكن بفتات الرواتب، فعالم لا يجد يعني متنفس. لذلك الشباب في معسكرات اللاجئين يعني يغامر بحياته يعني من خلال صحاري السودان وصحاري ليبيا، وهو معرض لبيع الأعضاء البشرية والغرق في البحار. يقول لك الموت والحياة لدي سيان بسبب هذه الأوضاع. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني لعلنا نبقى في نقطة غياب المساعدات الدولية والمنظمات الدولية. أنتم منظمة ترها كما ذكرت منظمة مقرها في أمريكا، هل يعني هناك ما هو سبب هذا الغياب الكامل أو على الأقل الغياب الحضور الملموس؟ نعم.
قبل أن أجيب على هذا السؤال فقط إضافة على ما تفضل به الأستاذ سعد، واحدة من المشكلات التي تواجهنا يعني عمال وعاملين في العمل الإنساني أن هذه المخيمات عندما أقيمت ابتداء كانت أقيمت بصفة مؤقتة، لكن الآن كما ذكر أستاذ سعيد هي يعني تقريبا جيلين يعيشون في هذه المناطق. يعني الإنسان يأتي إليها طفلا ثم يتزوج ثم يلد ثم ابنه يتزوج وما زال في هذه المخيمات. هذه المخيمات معزولة تماما، هذه المخيمات ليس فيها مصادر رزق، فأصبحت بدل أن بدل ما كانت يعني منطقة لجوء ومنطقة يعني إنقاذ أصبحت هي مصيدة، هي أصبحت مقبرة للناس. فلذلك لابد من إعادة التفكير في وضعية هذه المخيمات. يعني أعطيك مثال، مثلا الأمم المتحدة ليس من نطاق عملها أن تقيم مؤسسات مدارس ثانوية فقط مثلا في هذه المخيمات. لماذا؟ لأن هذه أقيمت بصفة مؤقتة، ولذلك يوفرون فقط مرحلة الأساس، الاحتياجات الأساسية فقط. الاحتياجات الأساسية. ولذلك يعني عندما أقمنا هذه المدارس التي ذكرتها عام 2011، منذ 1985 إلى 2011 لم يكن هناك تعليم ثانوي لأكثر من 30,000 إنسان. يعني تخيل هذا الفاقد التربوي خلال هذه الفترة. عندما أقمنا هذه المدارس يعني المشكلات التي حلتها لم تكن إذا حتى مشكلات تعليمية، وجدنا أنه كان هناك مشكلات صحية واجتماعية حلت بسبب هذه المدارس، لأنه وجدنا أنه الطالبات كانوا يعني في سن مبكرة يتزوجون وهم يعني بحالتهم مع سوء التغذية الشديدة. عندما تحمل الطفلة، أو يعني أنا أسميها طفلة لأنه هي عمرها 13 سنة يمكن أو 14 سنة، تحمل في أول سنة ويعني فتلد طفل يعني غير مكتمل النمو، فإما هي ماتت في الحمل وإما الطفل يعني مات بعد الولادة. كانت في حالات كثيرة جدا، ولذلك عندما كثير من الطالبات قاموا يعني جاءوا إلينا وقالوا يعني جزاكم الله خير أنتم أتيتم، لأنه الآن نستطيع أن نقنع أبناءنا يعني 3 سنوات ندرس وبعدها ممكن يكون في موضوع الزواج وغير الزواج يعني. فهذه فقط مشكلة واحدة، لكن المشكلات كثيرة جدا حقيقة. في لذلك واحدة من المطالب الأساسية التي يجب أن ننادي بها هي أنه يجب النظر في وضعية هؤلاء، إعادة النظر فيها. لم يعد الأمر مؤقتا، يجب أن يسمح لهؤلاء بحرية الحركة، يجب أن يمنحوا إقامة، يجب أن يمنحوا تصاريح عمل، يجب أن تمنع يعني حتى يعني أنت لا تعطيهم وفي نفس الوقت تمنعهم من الحركة. هذه مشكلة. الحكومة الإثيوبية من الأشياء الجميلة التي قامت بها قبل سنوات أنها اتبعت سياسة الباب المفتوح للاجئين الإريتريين، فكان يستطيعون أن يذهبوا إلى المدن يعملوا، فعلى الأقل هذا حل مؤقت يعني. فهذه بالنسبة لي فقط يعني مشكلة أنه هذه المخيمات أصبحت يعني مصيدة ومقبرة لهؤلاء اللاجئين. هذه مشكلة يجب أن الناس تعيد النظر فيها يعني. طبعا المخيمات التي نتحدث عنها الآن، أنت أشرت إلى المخيمات الموجودة في أثيوبيا، نحن تحدثنا عن المخيمات بشكل أساسي موجودة في شرق السودان، لكن لا بس أن نتطرق أيضا إلى مخيمات أثيوبيا، وكذلك هناك مخيمات في اليمن وغيره وجيبوتي. طيب لعل نعود لغياب المنظمات الدولية، يعني هل هناك من يعني من ما هو تبرير هذا الغياب، وهل هناك محاولات للضغط على هذه المنظمات للعودة؟ الأمم المتحدة انسحبت بشكل كبير من خدمة اللاجئين الإريتريين بعد الاستقلال. الأمم المتحدة عليها من الضغوط بسبب الأزمات الإنسانية المتتالية أن تحاول أن تخفف منها هذه الأزمات القديمة، ولذلك للأسف الشديد كلما أتت أزمة جديدة كانت على حساب أختها السابقة. فلذلك هؤلاء أصبحوا منسيون. الأمر الآخر أيضا يعني حقيقة نحن في منطقة للأسف الشديد الإعلام لا يولي لها اهتمام، ليست منطقة مصالح، فهذه أيضا مما زاد الطين بلة. فالآن الأمل الوحيد هي هذه المنظمات مثل إيثار، مثل أراها، مثل هذه المنظمات التي نشأت من رحم يعني أبناء هذه المنطقة، هي التي تحاول أن تسمع العالم صوت هذا اللاجئ المنسي
وتحاول أن تساعده بقدر ما المستطاع يعني. طيب سيد، لعلنا لو حاولنا أن نرتب الأولويات المطلوبة في هذه المخيمات تحديدا في شرق السودان، كيف يمكن تحديد هذه الأولويات؟ طبعا علمني الصيد ولا يعني بدلا من بدأ تطعمني نعم يوم واحد نعم. فبالتأكيد يعني أولويات حيكون التعليم، مثل ما ذكر أخي الأستاذ محمد، يعني لك أن تتخيل أنت كمزارع يعني بكل بساطة لو حصل جفاف أنت مزارع ليس لديك خيار آخر، تموت من الجوع. لكن لو لديك التعليم وفي هناك خيارات قد تكون إبداعية في طريقة الزراعة، قد يكون أنت تتحرك لمجال آخر في العمل. فمعسكرات اللاجئين كله نسبة التعليم فيه متدنية إلى حد مخيف. نسبة يعني لك أن تتخيل أنت يعني مثلا في على مستوى الأطفال ربما يعني 30-40% من الأطفال يحرمون من التعليم الأولي. من هؤلاء مثلا 70-80 أو 60-70 اللي يدرسوا في المدارس الابتدائية قد يكون مؤهل منهم 20% يواصل إلى الثانوية. قد يكون من هؤلاء 20% اللي واصلوا في الثانوية 5-4% ينطلق إلى الجامعة. فأنت قاعد تتكلم عن 300,000 نسمة من اللاجئين، ولا خريجي الجامعات منهم قد يكون مثلا 100 أو 200 في السنة. يعني عدد مهول ونسبة التعليم ضئيلة جدا. أضف إلى ذلك يعني الوضع الصحي ووضع المياه النظيفة في معسكرات اللاجئين جدا متدني. فأنت العوامل الثلاثة هذه، الصحة والتعليم والمياه، هي يعني جدا مهمة جدا. يعني هو المفترض أن يكون مثلا هذا عمل للمؤسسات الدولية، مكاتب الأمم المتحدة، الحكومة السودانية، لكن الأمم المتحدة يعني خفضت خدماتها في معسكرات اللاجئين بنسبة 60%، يعني قليل جدا الآن، أقل من نصف الخدمات تقدم. أضف إلى ذلك وضع السودان بسبب طبعا الحصار الاقتصادي على السودان وكمية الإشكاليات اللي واجهت السودان، يعني رغم أنه شعب مضياف ويقدم ما يستطيع، لكن ربما الظروف الدولية لا تساعدنا نحن كمؤسسات إنسانية أن نستقطب مؤسسات دولية أخرى أن تأتي بكل سهولة. يعني رغم الصعوبات الشديدة جدا مثلا في سوريا، لكن مؤسسات دولية لها مدخل من خلال تركيا وتقدم مساعدات. في السودان ليس لدينا خيارات، يعني مؤسسة خيرية تأتيك إذا لم تستطع أن تنفذ المشروع خلال أسبوع واحد وتقدم التقارير المالية وكل شيء يفضل أن ينسحبوا. فعندك كثير من المؤسسات الكبيرة التي كانت تعمل في شرق السودان انسحبت. طيب أضيف إلى ذلك خبرة السودان في التجارب السلبية اللي حصلت في دارفور جعلت من الحكومة السودانية والشعب السوداني يتخوف من المؤسسات الخيرية، وهذا كان على حساب يعني شعبنا نحن، الشعب الإريتري هو اللي فقد هذه الفرص. فالعامل الثلاثي هذا يعني التعليم والصحة والمياه مهم جدا. الطعام الناس قد تصبر يوم يومين، لكن فاقد التعليم يعني جهل قد يؤثر على مستوى الإريتريين كلهم. حاجة أخيرة في هذا المجال مهم جدا، نحن عين على معسكرات اللاجئين وعين على ماذا لو غدا الأمور تحسنت في إريتريا، لدي كل هؤلاء اللاجئين هل سيعودون إلى إريتريا ويكونوا شحاتين ومعوذين في, في, في أرضهم دون لدي تعليم ولا خبرات ولا مهارات ولا شيء؟ فأنت لا تحضر هذا الشعب حتى يبدأ حياة كريمة. فهو التحدي كبير ومعقد، ويجب أن يعني نكون على مسؤولية تقبل هذا التحدي والتعامل معه. طيب قبل الدخول في المشاريع التي تشرف عليها سواء إيثار أو راها، تتفق محمد على ترتيب هذه الأولويات أيضا بنفس الشكل، أم ترى أن تقديم الأولويات للصحة أو للتغذية قبل غيرها؟ طبعا توفير المعيشة يعني في أبسط مقومات الحياة هذه طبعا دائما هي أساسية، لكن مع هذه أيضا أحيانا حرية الحركة، حرية العمل، حرية التملك. يعني إعطاء هؤلاء اللاجئين مصادر للدخل، يعني ممكن قطع أرض يزرعونها أو أشياء من هذا القبيل، يعني هذه من الأشياء التي تساعدهم على أن يقفوا على هيئة. نحن لا نريد أن اللاجئين أن يكونوا عالة على غيرهم 60 عاماً أو 70 عاماً. لكن مثل هذه القضاء لا ترى أنها ستساهم في توطين هؤلاء اللاجئين، وهذا يعني مرفوض من قبل الجهتين سواء إريتريين أو سودانيين وغيرهم؟ هو من ناحية فعلية قاعد يحصل للأسف الشديد. الأمم المتحدة من الحلول الدائمة التي عندها أنه دائما إذا طالت الفترة هناك ثلاثة خيارات، هناك الاستيطان في دولة ثانية أو دولة ثالثة، الاندماج المحلي أو العودة الطوعية. فإذا اختفت العودة الطوعية
ولم يسرعوا في مسألة عملية التهجير. نعم. الحل يكون بالاندماج المحلي. المشكلة في الاندماج المحلي الآن ما قاعد يصير حتى بالطريقة الصحيحة. لو حتى الناس قبلت به يعني، لأنه ما الذي يفعلونه الآن، يأخذون فقط المسمى القانوني للمخيم ويسمونه قرية سودانية. هناك في السودان كان في أكثر من 30 مخيم. الآن المخيمات التي لها الصفة القانونية يمكن قد لا تتعدى 9 من الثلاثين. أين ذهبت هؤلاء 30؟ هل عادوا؟ لم يعودوا. ما حصل أنه تم فقط أخذ الصفة القانونية حتى الأمم المتحدة والحكومة السودانية لا تتحمل العبء الاقتصادي الواقع على هؤلاء. ولذلك الطريقة الصحيحة أنك أنت حتى هؤلاء إذا تريد أن تدمجهم، هناك طريقة بحيث يعني يكون لهم مصادر دخل، يكون في ترانزيشن، في عملية انتقالية، وهذا لم يحصل. طب مثل هذه القرى التي يتم توطينها، هل يصل لها خدمات مياه، كهرباء، تعليم وغيرها، أم أن الأمر يعني يأخذ فترات طويلة؟ يأخذ فترات طويلة وعبر سنين. لكن حتى عملية الانتقال هذه ما تتم بطريقة منظمة وبطريقة صحيحة. هي متروك يعني اللاجئون تركوا لحالهم، بحيث هم على بشكل أفراد يحاولوا أن يصححوا أوضاعهم بطريقتهم الخاصة. فهي المعاناة أصبحت من هذا الجانب، أنه ما في هناك تحمل للمسؤولية من قبل المتحدة ومن قبل الحكومة السودانية لهؤلاء اللاجئين الذين يعيشون لفترة طويلة. فلذلك يعني الحل يجب أن يكون إما أن توطنهم في بلد ثالث. وللأسف الشديد هناك ناس من الثمانينات إلى الآن في انتظار إعادة توطينهم، في إعادة توطينهم إلى الآن لم يحصل. فلذلك هذه حقيقة معاناة كبيرة جدا يجب النظر فيها يعني. ويجب طيب في حال أخذنا بالترتيب الذي وضعه الأستاذ سعيد، التعليم الأساسي إذا بدأنا بالتعليم هو متوفر لجميع هذه المخيمات؟ إلى حد ما متوفر، نعم إلى حد ما متوفر. قد لا يكون هو كافي، ولكن أفضل من غير ذلك. لكن كثير من المخيمات ما عندها التعليم الثانوي، ولذلك يعني حتى التعليم الثانوي الذي الآن يعني بدأ في بعض المخيمات أصبح بجهود ذاتية من منظمات خيرية، ولكن لم الأمم المتحدة لم تقوم بذلك يعني. وهذا والتعليم كما ذكر الأستاذ سعيد من الأشياء المهمة جدا، أنه ما فقط أنه هو يعلم الإنسان، يجعل خياراته أكثر، يجعل أيضا الجيل الذي سوف يأتي، يعني نحن البنت التي تتعلم في مدارسنا مثلا سوف نضمن أن أبنائها سوف يذهبون إلى التعليم، لكن إذا هي كانت جاهلة هذا الأمر ما حيحصل. صحيح. عندنا بنات تخرجوا من 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 الكليات الآن، قدمنا لهم منح دراسية، رجعوا إلى 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 المدرسة عندنا وأصبحوا مدرسات مثلا. عندنا أمثل بذلك. أيضا التعليم يجعل خيار أن هذا اللاجئ بعد أن يتخرج من الجامعة يذهب إلى خارج المخيم، خيار يعني ممكن لأنه عنده الإمكانية، عنده. فلذلك التعليم يعني نيلسون مانديلا عنده مقالة يعني مقولة جميلة يقول إنه education is the most powerful weapon to change the world، أو شيء من هذا القبيل، إنه التعليم هو أمضى سلاح للتغيير. لا. ولذلك يعني إذا نريد أن نتكلم عن المشاريع الفعالة نريد أن نركز على التعليم، ونريد أيضا أن نركز على مشاريع التي تؤهل الإنسان اللاجئ للاعتماد على نفسه، المهن، التدريب المهني، يعني مثل هذه الأشياء التي تجعلهم يقفون على يعني أقدامهم. طيب سيد، بالنسبة للتعليم يعني خلال الفترة الماضية يعني 10 أو 15 سنة الماضية، كيف انتقل مستوى التعليم، أم هو كما كان يعني أثناء؟ لا بفضل الله طبعا في تطور ملحوظ. يعني الآن على سبيل المثال مثل ما ذكر الأستاذ محمد، التعليم الابتدائي تقريبا موجود، لكن كثير من المدارس الابتدائية مثلا ليست فيها مثلا خدمات، الفصول لا تتسع للطلبة، لا يوجد فيها مثلا الطاولات، الكراسي، بعضهم يجلس في على الأرض، المدرسة نفسها قد يكون لها. فالمؤسسات الخيرية ساعدت في الترميم بداية،
على مستوى المدارس الثانوية مثلا إيثار ساهمت في بناء 5 مدارس ثانوية حتى الآن، من ضمنها مدرستين داخليتين للأيتام واليتيمات. أيضا قمنا بترميم مدرسة ثانوية أخرى في القربة، في القربة عندنا مدرسة ثانوية للأولاد وللبنات، في أم قرقور لدينا مدرسة ثانوية. مدارس الأيتام موجودة في كسلة إليها من جميع معسكرات اللاجئين من الأيتام اللي خلصوا الابتدائية. أيضا عندنا سكن طلاب الآن في كسلة وفي الخرطوم للطلاب القادمين معسكرات اللاجئين. طبعا لما تأتي معسكرات اللاجئين يعني أنت مثل الغطة المغمضة زي ما يقول، يعني الوضع بالنسبة لك المدني صعب، يعني تحتاج إلى مبالغ مالية، تحتاج إلى سكن. فالحمد لله هذه فرصة، يعني لدينا أكثر من 86 طالب في كسلة وأكثر من تقريبا 100 طالب في الخرطوم في الجامعات. أيضا الآن بدأنا فكرة إرسال بعثات إلى تركيا من أخواننا اللاجئين في جيبوتي، مع التعاون مع مؤسسة سنابل الخير في جيبوتي. فلدينا تقريبا 38 طالب مبتعث إلى تركيا. أيضا يعني في مجال التعليم الآن فتحنا فرص تعليم الروضة، فلدينا في أكثر من 3-4 معسكرات لاجئين الآن دعم لمدارس الروضة. فالحمد لله الوضع فيه نوع من التشجيع. طيب، لكن المشوار طويل. الهدف إنه نستوعب أكبر قدر ممكن من الطلبة، أعطائهم الفرصة، وقف هذا النزيف من أطفالنا الذين يموتون في الصحاري والبحار، لأنه ليس لديهم أمل في معسكرات اللاجئين. فلما يكون عندك أمل أنك في يوم من الأيام حتخلص ثانوية، حتدخل الجامعة، حتثبت نفسك، هذا أمل يعني يخليك تعيش في المعسكرات هذه بنوع من الطمأنينة وليس فقدان الثقة تماما. فهذا بالنسبة للمعسكرات. وأيضا الآن بدأنا مشروع كفالة المعلمين. واحدة من الإشكالات الكبيرة في معسكرات اللاجئين إنه المعلم قد لا يستطيع أن يعيش في معسكرات فترة طويلة، لأنه ماديا في إشكالية، وأيضا المعيشة في معسكرات اللاجئين ليست سهلة. فمدرس لديه الخيار أن يدرس في المدن براتب طيب أو يعيش في المعسكرات بهذه الإمكانيات الضعيفة. فأحيانا الخيار قد يكون صعب بالنسبة للمدرس. فالحمد لله بدأنا في كفالة المدرسين، وفي مجموعة من الأفكار التعليمية برضو الحديث إن شاء الله في طور التطبيق. طيب، ملاحظة فضل أضيفها. أنا الآن جئت من قبل قدومي إلى لندن، جئت من زيارة لمخيم الشقراب للاجئين الإريتريين، وكان عندنا حفل تخريج الدفعة السابعة للطلاب الثانوية من البنين والبنات. فوالله من الأشياء الجميلة، وهذا يعني أريد أن أؤكد ما قاله الأستاذ سعد بخصوص أهمية التعليم، هذا المخيم يعني ترى أنه فيه تحول فيه. يعني لما خرجنا حوالي 90 شخص هذا العام من البنات ومن البنين، لكن لما تشوف روح التحدي، لما تشوف هؤلاء الطلاب والطالبات يعني وهم يعني يؤدون ما شاء الله الكلمات في حفلة، يعني تشعر بحقيقة بفخر وتشعر بالإمكانيات الموجودة لو استغلت. فلذلك يعني التعليم وخاصة موضوع المنح الدراسية، كان عندي لقاء مع طلاب المنح الدراسية عندنا حوالي 30 طالب من هذا المخيم في جامعة كسلة، يعني في جامعة كسلة السودانية، فكنا مجتمعين بهم. يعني ما شاء الله ورود والله، يعني شباب وشابات على مستوى طريقة تفكيرهم، كل همهم يقول لك لما أرجع إلى الفترة الصيفية إلى المخيم أريد أن أقدم يعني إخواني الصغار في المدارس وكذا، نعطيهم دورات نخليهم يتأهلوا. يعني من الأشياء اللي لفتت نظري، وكنا في زيارة لأحد الفصول داخل المدرسة، فالزائر كان معي، سألهم ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل؟ فلفت نظري أنه أكثر من واحد يقول أنا أريد أن أكون أستاذ. فالزائر سألهم يعني إحنا دائما نسمع يعني عايز أكون طبيب أو مهندس، عايز أكون مهندس، بس كانوا عايز تكون أستاذ. فقالوا لأنه عندنا كثير من إخواننا عايزين يتعلموا وعايزين نكون يعني قدوة لهم. فكانت إجابة يعني جميلة جدا، تشعر هذا الشعور بأنهم أتيحت لهم الفرصة ويريدون أن يتيحوا هذه الفرصة لمن خلفهم. طيب، لعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى في مجال التعليم بس قبل أن طيب لا سمحت لي ربما يعني نطلع فاصل وأعطيك فرصة تتعقب على هذه القضية. أوكي، طيب أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود لكم بعده، انتظرونا.
مشاهدي الكرام أهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا. في ملف اليوم أوضاع اللاجئين الإريتريين في السودان، معي هنا في الاستوديو الأستاذ سعيد عبد الرحمن المدير التشغيلي لمنظمة إيثار، والأستاذ محمد إدريس المدير التنفيذي لمنظمة أراها. فمرحبا بكم وبهم. هي أراها ولا أراها؟ أراها. أراها أي يعني كأراها كالرؤية. هي اختصار ل American Relief Agency for the Horn of Africa، هي اختصار بس جت مع العربي برضو. أراها تجي أراها تجي أراها إني 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 أراها. هذه قضايا وإشكالات كثيرة نراها في مخيمات اللاجئين. أستاذ محمد، لأننا يعني أعطينا نبذة للمشاهدين عن قضية التعليم، لكن الصحة قبل التعليم دائما، في غياب العوامل يعني عامل الصحي والرعاية الصحية، وهناك أوبئة موسمية يعني، وغير الأوبئة الغير موسمية هناك أيضا أشياء طارئة تأتي، مثل كان قضية الطاعون أو الكنكشة اللي نعم. ما أعرف ما أذكر الاسم، حمش كونغوليا نعم ربما تسعفوني بالاسم. والآن مثلا في كورونا فيروس، إذا يعني في مثل هذه المناطق لا سمح الله عندما تأتي مثل هذه الكوارث وهناك غياب كامل للرعاية الصحية، كيف يعني تتفاعل مثل هذه المنظمات؟ كمان عندي سؤال ثاني فيما يخص المبادرات الفردية، لكن نأتي له بعد الإجابة، أسمع إجابة من الضيفين إن شاء الله. تفضل محمد عبد الرحمن. بالنسبة للكوارث، هذه المنطقة دائما معرضة للكثير من الكوارث. الآن يعني منطقة القرن الإفريقي تقريبا هي إما تحتاج إلى إغاثة من فيضانات أو من جفاف، وهذا ما يدل على أنه مسألة الاحتباس الحراري ومسألة التغيير المناخ نراه واقع نحن كمنظمات على الأرض يعني. ولذلك من المهم جدا أن نهيئ المنطقة أن تكون مستعدة لهذه الاضطرابات التي تحصل. يعني الجفاف يأتي إلى كثير من في بعض دول العالم مثل الهند وغيرها، لكن ما نرى هذه المجاعات مثلا التي تحدث عندنا. فالتدخل المبكر وتهيئة الإنسان صحيا قبل وقوع الكارثة جدا مهم. يعني أنا أمس في لقائي مع الأخوة كنت أذكر لهم يعني في عام 2011 فقدنا 260 ألف بني آدم في الصومال، نصفهم كان أطفال دون السن الخامسة. وعندما هذا نتيجة للجفاف، هذا نتيجة للجفاف أو للفيضانات؟ لا، هذا نتيجة للجفاف، هذا كان نتيجة للجفاف. والأسوأ من ذلك أنه كان تم توقع هذه المجاعة قبل 6 أشهر، لكن للأسف الشديد عندنا الناس دائما التفاعل يأتي مع الميديا مع الإعلام، والإعلام طبعا لا يتناول القضية إلا إذا كان بعد حدوث الكارثة. وطبعا وقتها it's too late، يعني أنت خلاص الوقت تأخر، ولذلك كانت الخسائر فادحة جدا. ولذلك من المهم جدا التركيز على التدخل المبكر. من الأشياء التي الآن نحن نقوم بها وكثير من المنظمات أيضا يعني حتى إيثار أيضا عندهم، مسألة توفير وجبة غذائية للأطفال في المدارس، لأنه هي تحقق أكثر من هدف، تحقق هدف التعليم، تحقق هدف الصحة، لأنه نعم. كثير من الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية. يعني الآن عندما تحصل يعني مجاعة أو جفاف أو شيء، على الأقل هؤلاء الأطفال عندهم الإمكانية ولو على الحد الأدنى أن يتحملوا هذه الفترة ويتجاوزوا هذه الفترة الصعبة. ولذلك ده يعني من المهم جدا أن التدخل المبكر، وأيضا تهيئة هذه المؤسسات. أنا حقيقة سعدت أنه الأخوة في إيثار يعني الآن يبنون أيضا مستشفى في الشقراب أعتقد، يعني بالإضافة للمستشفى الموجود، لأنه فعلا في أماكن كثيرة مفقودة هذه الأشياء. عندما تحدث الكوارث طبعا نحن نستجيب. كان عندنا حملة كبيرة في لإغاثة المتضررين من حمى الشيكونغوليا في كسلة، كان عندنا في منطقة مكرام مدة شهر كان عندنا عيادة مفتوحة عالجت الآلاف. لكن السؤال هو كيف نتجنب هذه الكوارث قبل أن تقع، ويعني وخاصة ظاهرة الجفاف وظاهرة الفيضانات. هذه من أكبر المشكلات التي يعني تضر المنطقة يعني. طيب سيد، في نفس الملف نعم في نفس السياق، يعني أستاذ محمد ذكر مثلا الطعام المدرسي، واحدة من المشاريع الكبيرة اللي تقوم بها إيثار الآن. يعني أكثر من
30 أو 38 مدرسة الآن تستفيد من الغذاء المدرسي اليومي. بعض المدارس الداخلية 3 أغذية 3 وجبات في اليوم. هذا ضخم جدا، يعني تتحدث عن أكثر من 11 12 ألف طالب يستفيدون من هذا الغذاء اليومي اللي يقيم يعني يسد حاجتهم وأيضا يعني يقويهم ويعطيهم المناعة الضرورية إن شاء الله لمواجهة المشاكل. طبعا واحدة من الإشكاليات هو عدم وجود المراكز الصحية المهيئة في المعسكرات، يجعل مثلا مسألة حتى الإسعافات الأولية أو مواجهة الأمراض أو الأوبئة بشكل مبكر مشكلة كبيرة. في شقراب كان في مستشفى، لكن مستشفى متهالك جدا، يعني صغير ومتهالك، يعني الحمد لله إيثار، يعني نبشرك أستاذ محمد تم افتتاح المستشفى قبل 3-4 أسابيع تقريبا، مستشفى يعني جيد في شقراب. نعم الحمد لله إيثار يعني قامت ببنائه بشكل كامل، الموظفين والأطباء اللي كانوا موجودين في المستشفى القديم كلهم انتقلوا إلى المستشفى الجديد. نحن دائما في رؤيتنا في العمل هو عمل مشترك، عمل تكاملي، لا يمكن لإيثار أن تقوم بعمل على انفراد. فالحمد لله بنتعاون مع كل المنظمات الموجودة على أرض هذه المعسكرات. أيضا الآن نقوم بحملات علاج من المياه البيضاء، قمنا بهذه الحملات في 2018 و2019 في مناطق شقراب وجنوب طوكر. لا تنسى أيضا عندنا يعني إحنا شعب في مناطق التماس بين الحدود الإريترية والسودانية في مناطق طوكر و قرورة وهذه المناطق كلها، الإريتريين والسودانيين متضررين من الجفاف الموجود العجيب في هذه المنطقة. أنا زرتها ما رأيتها في حياتي يعني جفاف بهذه الطريقة. فهذه مناطق لا يوجد فيها مياه، لا يوجد فيها مراكز صحية، التعليم فيها شحيح، وكلهم أهلنا، يعني هذه مناطق التماس كلهم أهلنا. فأيضا إحنا نقوم بحملات علاج عيون الآن في هذا الشهر إن شاء الله في نهاية فبراير، خلال أسبوع سيكون لنا علاج لـ2000 حالة، من ضمنهم 200 عملية علاج مياه بيضاء، والبقية حيكون قطرات ونظارات وعلاج أخرى. أيضا نقوم بحملات حماية البيئة والتنظيف. فهذه الأمور مهمة جدا. يعني الآن أنا في صدد الحديث مع أحد الأخوة الدكاترة الموجودين في أحد الجامعات الكبرى في بريطانيا، قاموا بتجارب ممتازة جدا في غرب أفريقيا. لديهم أجهزة تظهر مرض الملاريا ولا تحتاج طبيب ولا تحتاج مركز صحي. هذا الجهاز بسيط يعطى للمدارس، المدرسة بإمكانها أن تعمل التست على يكشف عن إصابات الملاريا، تكشف عن إصابات، وعندهم الحبوب عندهم الحبوب العلاج اللي هي الأدوية تكون موجودة. فالمدرسة قد تقوم مقام المركز الصحي وتعالج هذه الأمراض. فإن شاء الله لنا حديث لعل هذه الأمور ممكن نستفيد منها في معسكرات اللاجئين، لأنه مشروع لجامعة لندن كلفهم تقريبا 5 ملايين دولار، لكنه أفاد منطقة غرب أفريقيا بشكل عجيب. فهذه الحلول قد تكون ممكنة لمعسكرات اللاجئين. فهناك حلول إبداعية وحلول غير اعتيادية. في حالات الأوبئة يعني الكارثية أو الغير مستوطنة، أمراض غير موجودة بشكل دائم، تحصل يعني حدوث إصابات تنتشر بين المخيمات وكذا. حدث في مثلا أم قرقور، كان عندنا يعني الكوليرا انتشرت، الكوليرا نعم، أو الإسهال الشديد. ف اللي تم بسبب الوضع الصحي وقلة الإمكانيات، أول شيء تم تفريق المستشفى من جميع حالات المرضى. لكن تتخيل أنت مريض في المستشفى أو المركز الصحي وتخرج ما في أي حالة غير الكوليرا يعني يتم علاجها، فكل الأمراض تؤجل، ما في شيء يؤجل، الموت لا ينتظر. فهذه مصيبة، حتى لو ظهر مرض أحيانا يكون على حساب حالات صحية أخرى. أم تحتاج أن تلد، أطفال عندهم يعني قد يكون عندهم حرارة فقط يحتاجون إلى إبرة أو بنادول، وإلا يصابوا بشلل أطفال وشلل دماغ. فحتى الأوبئة أنت لا تنظر فقط للأوبئة، لكن الإفرازات الموجودة غير اعتيادية، كمية عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في معسكرات اللاجئين مخيف كبير جدا. والطفل في معسكرات اللاجئين لما يصاب بأي إصابة مرضية تظهر أنه عنده يعني عقلي أو جسدي يركن، لأنه لا يوجد مساعدات أو تهيئة لمساعدة هذا الطفل، يركن كأنه مجنون أو كذا، يربط في غرفة وحتى أهل الحي لا يعرفون وجوده. فالطفل يكبر، وعندما يكبر يعني 13-14 سنة يكون عالة على أهله. نعم. فإحنا الحمد لله كمان من الحاجات اللي بدأناها الآن رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،
وإعادة تأهيلهم للمجتمع. هذا مشروع جديد إن شاء الله بادئين الآن. طيب محمد، في مثل وجود أوبئة زي ما ذكر الأستاذ سعيد، الكوليرا أو حتى حمى الكنكش اللي ذكرت أنت، هناك مبادرات فردية يقوم فيها يعني الحريصين وغيرين على المجتمع، أو شباب يعني يدفعهم الحمية لمجتمعهم. نعم. هنا يعني نرى أحيانا عدم وجود تنسيق، كيف أنتم تحاولون تنسقوا مع مثل هذه المبادرات الفردية؟ والله يا أخي هو الشيء الجميل أنه هناك مبادرات، وخاصة الجاليات الإريترية في المهجر حقيقة لهم دور كبير جدا في أن دائما يستجيبوا، وعندما يروا هذه الإشكاليات التي تقع في أوطانهم الأصلية، لكن دائما تكون إشكالية هي التنسيق والتعاون، وهذا أمر ضروري، لأنه إذا ما في تنسيق حيحصل يعني دوبليكيشن، حيحصل يعني أحيانا تكون في منطقة تخدم بشكل أفضل لكن في منطقة أخرى يعني تكون فاقدة كل الخدمات. فدائما العادة في المنظمات الخيرية عندما تأتي في منطقة هي أن تجتمع، يسمى كلاستر ميتينج، يعني يكون في يعني لقاء بين المنظمات حتى ينسقوا من يقوم بماذا. لكن في المنظمات الأهلية دائما، هذه في المنظمات الدولية، في المنظمات الأهلية عادة هذه مفقودة، يعني المبادرات الفردية كل تمشي بطريقة. فنحن نحاول، أنا حتى قدومي الآن إلى لندن حقيقة الالتقاء بالإخوة في إيثار والإخوة في كافل وبعض المنظمات الخيرية بحكم عملنا في بعض المناطق، كيف ننسق مع بعض، كيف يعني يعني نعمل حصر الاحتياجات بشكل مشترك، كيف نرسم خارطة الطريق بحيث الكل ينظر إليها حتى نحقق هذه الأهداف. فأنا مع التنسيق، والتنسيق ضروري، وإلا حيكون في هدر لكثير من الطاقات وهدر لكثير من الأموال. طيب سيد، أنا طبعا كان عندي سؤال في نفس السياق اللي ذكر أستاذ محمد حرب عليها تقريبا، اللي هو يعني كنت عاوز أشبككم مع بعض شوية، التنسيق بين المنظمات، لكن أنا أيضا أعود للمبادرات الفردية. إثارة، أعتقد لديكم يعني طريقة خاصة في التعامل مع من يود العمل بشكل مباشر، أو جمع تبرعات أو مبادرات فردية أو جماعية يمكن أن تبر عبر قناة إثارة، أو هذا غير متوفر؟ لا لا لا، بالتأكيد نحن حتى منظمة أراها لديهم، يعني منظمة أراها لو زرت في موقعهم سترى يعني بعض المشاريع لمناطق معينة، هم فقط يتعاونون وينسقون هذا الموضوع ويتأكدوا أن المبلغ صرف مكان ما أريد له تنفيذ المشروع. نفس الطريقة لإيثار، أضرب لك مثال حي جميل جدا، أخوتنا في مؤسسة اسمها عفيام في بورت السودان. طيب. أوكي، شباب مثل الورد ما شاء الله، خريجين جامعات معظمهم يعمل في المجال الصحي professionals، فهم عملوا منظمة حتى يساعدوا أهاليهم من مناطق غرورة ومرافيت وكل مناطق جنوب توكر. الآن هؤلاء الأخوة يجدون مبادرات فردية من كثير من أخوانهم حول العالم، يجمعوا المبالغ ويتواصلوا معنا أيضا، فيبلغونا إنه والله عايزين نحمل حملة، لكن الحملة ستكون كبيرة لعلاج عيون على سبيل المثال. نسألهم كم المبلغ، يقولوا يعني ممكن يكلفنا 15,000 دولار، لدينا 3,000 دولار أو 4,000 دولار، نحن كمؤسسة نستطيع جمع 10 أو 11 أو 12 ألف دولار. بالتعاون مع بعض نقوم بهذه الحملة مع بعض، ونعالج عدد كبير جدا، 2,000 شخص، بينما لو فرد أو مجموعة أفراد تعاونوا قد لا تصل هذه المساعدات لمعسكرات اللاجئين، لأن الأفراد قد لا يستطيعون أخذ أطباء من الخرطوم من مؤسسة البصر البصرية وأخذ المعدات، قد لا يستطيع، قد يساعد 3-4 أشخاص، لكن التكاتف أحيانا يعمل لك حل أكبر. فهذا نموذج جيد، يعني عندنا نماذج أخرى في السودان بنتعاون فيها، مثلا بعض الأخوات من السويد كان نفسهم يساعدوا مثلا مدرسة أو روضة. طيب. فتعاونوا معنا في هذا الموضوع، كم لديكم؟ لدينا هذا المبلغ، تقريبا ربما 30% من حجم المبلغ المراد، هم دفعوا 30%، وإيثار عن طريق تواصلنا مع الجميع جمعنا 70% مع بعض. فالتعاون يكبر المشروع. وايضا في حاجه اخرى، هذه لكل الاخوه اللي يشاهدونا، دائما المؤسسات الخيريه مثلنا مثل اراها، عندما نبدا في مشروع صعب ان نتخلى عنه. فانت لو دخلت على المؤسسات الخيريه، انا اي مؤسسه الان مثلا تعليميه بعد ما ابدا معهم خلال سنه صعب اني اسحب، لانه اشوف النتائج، حتى لو الاخوه هذول الافراد وقفوا انا ساجد شخصا اخر لتستمر هذه المدرسة. أريد أن أضيف في هذه النقطة، أنا كنت أتكلم عن المبادرات داخل المنظمة السودان أو كذا، لكن حقيقة المبادرات اللي أحب أشيد فيها هي مبادرات المهاجرين الإريتريين من أمريكا من أوروبا. نعم. لمساعدة
حقيقة أنا يعني شاهد على أنه لهم دور كبير جدا. نحن حتى هذه المدرسة التي أقمناها مثلا، واحدة من المدارس هي قامت بها أخت إريترية اسمها زبيبة في أمريكا، هي تبنت تمويلها. عندنا الإخوة مثلا في EMC الإريتريان مسلم كونسل مثلا في أمريكا، ما شاء الله سنويا عندهم مشاريع ينفذوها عن طريقنا. يعني مثلا الجالية الإريترية المسلمة في شمال كاليفورنيا عندنا بشكل دوري يعني عندهم تواصل معنا. طيب حقيقة مبادرات جميلة جدا يعني. طيب جميل، احنا يعني دائما طبعا المشاهد حتى يستفيد من لديه مبادرة يود تنفيذها يمكن أن يتوجه إلى منظمات الإغاثة وهي تفيد. الوقت طبعا قاعد يداهمنا، فأنا عاوز أسأل سؤال عن الشفافية. هناك دائما أسئلة تثار عن الشفافية، هناك من يود أن يعني يثير شبهات عن عدم وجود شفافية لمنظمات مثل إيثار أرها غيرها من غير تسمية حتى، كيف تتعاملون مع هذا الملف بسرعة حتى يعني؟ طبعا الشفافية هذا أمر مهم جدا، هذا رأس مال، الثقة هي رأس مال المنظمات الخيرية. إذا ما في شفافية وما في محاسبة يعني تفقد الثقة. نحن في منظمة أراها الخيرية منذ أن تأسسنا حقيقة هذا الأمر كان على رأس أولوياتنا، ولذلك المؤسسة إذا ذهبت إلى موقع اسمه Charity Navigator هو يقيم المنظمات الخيرية في أمريكا، فأراها حصلت على تصنيف هي ضمن أعلى 8% من المنظمات الخيرية الأمريكية بشكل عام. هناك أيضا النظم الأمريكية والنظم الغربية بشكل عام للمنظمات الخيرية نظم جيدة جدا. أيضا نشجع المتبرعين، يعني دائما لازم أن تتابع أموالك، لابد أن تسأل، لابد أن تسأل الأسئلة الصعبة للمنظمات الخيرية، أين تذهب هذه الأموال، ما هي نسبة النسبة التي تذهب إلى البرامج مقارنة بالنسبة للنسب الإدارية. فلذلك يجب أن يعني أن يكون هناك أيضا أسئلة صعبة من الدونرز يعني والمتبرعين. الفرق بين الأسئلة الصعبة وبين التشكيك في الشفافية؟ لا يعني شوف من لديه سؤال أقصر طريق لمعرفة الإجابة على التواصل مع المؤسسة مباشرة. نحن في مؤسسة إيثار مثلا مثل كثير من المؤسسات هنا يعني الباب مفتوح على مصراعيه والله، يعني أي شخص، ويعرفون هذا الشيء كثير من الأخوة المتواجدين سواء في لندن أو في برمنغهام، بإمكان الإنسان أن يتوجه مباشرة لمكتب إيثار ويفتح الملفات كما يشاء، ملفات مالية، ملفات المشاريع من حق. نحن مؤسسة يعني تعني بأموال عامة، ليست مؤسسة خاصة. الموضوع لا يخصني أنا ولا يخص أخونا سلطان أو الموظفين. أي إنسان لديه الرغبة في المعرفة بإمكاني الحضور مباشرة للمكتب ويطلب يفتح الملفات وكيف حتى نحول الفلوس وهكذا. كما ذكر محمد هناك رغبة، وعندنا أيضا في Charity Commission. نعم. هنا في Charity Commission تستطيع أن تذهب وتشوف التفاصيل المالية كلها وتفاصيل المشاريع. Charity Commission هيئة حكومية. الهيئة الحكومية هنا. جيد، جميل جدا. عندي أسئلة طبعا تخص إغلاق المنظمات وغيرها وكمان التنسيق بين المنظمات، لكن الزمن داهمنا فأعتذر لكم وأعتذر للمشاهدين. أعزائي المشاهدين شكرا لكم سعيد محمد سعيد بوجودك معي اليوم. الله يكرم. شكرا. بارك الله فيك. حياكم الله. أعزائي المشاهدين هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، للأسف دون يعني تطرق لبعض القضايا الهامة نظرا لضيق الوقت، لكن أشكر لكم حسن متابعتكم وألتقيكم الأسبوع القادم. أترككم في رعاية الله.